أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. الكلام في قاعدتي الفراغ والتجاوز. ونحن في مبحث الإجابة على هذين السؤالين، وهما: ما المراد من المضي والتجاوز؟ وهل يشملان التجاوز عن المحل العادي؟ كنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن للمضي والتجاوز مفهومين. أولهما المضي والتجاوز عن الشيء المشكوك نفسه بمعنى البناء على صحته، وهو مورد قاعدة الفراغ. وثانيهما المضي والتجاوز عن محله، أي الظرف المقرر له شرعا، بمعنى البناء على وجوده والإتيان به فيه، وهو مورد قاعدة التجاوز. ثم ذكرنا أن لهذا المحل عدة مصادق، منها المحل الشرعي والمحل العقلي والمحل العرفي والمحل العادي. وقمنا بتعريف كل محل من هذه المحال الأربع. هنا وقع الكلام في أن قاعدة التجاوز هل تشمل التجاوز عن جميع هذه المحال، أم تقتصر على الشرعي منها الذي هو القدر المتيقن؟ لا شك بأن أدلة القاعدتين وأدلة قاعدة التجاوز بالذات، حينما قدرنا المحل فيها قلنا هذا التقدير ينصرف إلى المحل الشرعي، لأنه القدر المتيقن في مقام التخاطب هذا. أي أن الإمام صلوات الله عليه يقول: إذا ما تجاوزت المحل الشرعي الذي قررناه نحن المشرعون، حينما إذا ما تجاوزت هذا المحل الشرعي للركوع مثلا، ثم أنت الآن في السجود وأردت وشككت فيما لو أتيت بالركوع أم لا، فإنك تمضي ولا تعتني بشكك. فإذا هل قاعدة التجاوز تشمل التجاوز عن المحال الثلاث الأخرى، أي العقلي والعرفي والعادي، كما أنها تشمل التجاوز عن المحل الشرعي الذي هو القدر المتيقن في الأدلة؟ هنا قلنا بأن المحلان العقلي والعرفي فلا يخفى رجوعهما في الحقيقة إلى المحل الشرعي وقيامهما مقامه، فمضي المحل فيهما يعتبر مضيا للمحل الشرعي بلا فرق. طيب، كل الكلام والخلاف إنما هو في المحل الرابع، المحل العادي. ما هو المحل العادي؟ أي الذي اعتاد، أحسنتم، اعتاد الإنسان على الإتيان بهذا الفعل فيه، في هذا الظرف، نوع من أنواع الاعتياد، كما ضربنا أمثلة، كما لو أنه كان معتادا على أن يأتي بكل صلاة مفروضة في أول وقتها.
هذا أول الوقت يكون محلا عاديا لصلاة هذا المكلف. أما المحل الشرعي لصلاته فيمتد من أول الوقت إلى آخره. وكما لو قلنا مثلا أنه كان معتادا على أن يغتسل متواليا غسل الجنابة، فإنه مثلا غسله للجزء الأخير وهو الجزء الأيسر له محل عادي، وهو أين هذا المحل العادي؟ بعد الانتهاء من غسل الجانب الأيمن مباشرة. ها هنا يكون هذا محل عادي لغسل الجزء الأيسر، أما المحل الشرعي فممتد في واقع الأمر إلى ما لا نهاية بالنسبة للمحل الشرعي، لأنه ليس هنالك شرط للموالاة في الموالاة للغسل. صار واضح؟ طيب، وأما المحل العادي فقد ذهب جماعة منهم فخر المحققين قدس سره. من هو فخر المحققين؟ قلنا أحسنتم ابن العلامة، إلى جريان قاعدة التجاوز في حق الشاك في عمل اعتاد الإتيان به في محل ما، كمن اعتاد الغسل متواليا إذا شك بعد الفراغ من غسله في أنه هل غسل الجانب الأيسر أم لم يغسله. هكذا قال فخر المحققين وجماعة من الفقهاء. دققوا في المثال: شك في غسل الجزء الأيسر، يعني في أصل وجود هذا الفعل وهو غسل الجزء الأيسر، شك المكلف في هذا. ما أدري أنا حينما اغتسلت غسلت الجزء الجانب الأيسر أم لا، صار عندي شك. طيب، المحل الشرعي باقي أم غير باقي؟ لا شك أنه باقي، لأنه ماكو موالاة، فيبقى هذا المحل معك. لاحظتم؟ إلا أن تجنب مرة أخرى، هذاك موضوع آخر، لكن هو على الفرض باقي. ذهبت، رجعت، نمت، استيقظت، المحل الشرعي لغسل الجزء الأيسر من غسل الجنابة ما زال باقيا، فصار عنده شك. فماذا يقول؟ أريد أن أطبق قاعدة التجاوز. طيب، كيف أطبق قاعدة التجاوز؟ قاعدة التجاوز تقول إذا تجاوزت المحل تجري القاعدة، لا تعتني بشكك. ما تجاوزت المحل، محل الشرعي ما زال باقيا، فإذا لازم أقوم وأغسل الجانب الأيسر. وإذا به يفاجأ بفتوى فخر المحققين، يقول له: لا، أنت من عادتك ماذا؟ أنه حينما تغسل تغسل بشكل متوال أم لا؟ يفكر، يقول: نعم، أنا ما أظن أنه مرة من المرات فصلت بين أجزاء غسل الجنابة، دائما أغتسل بشكل متوال. فإذا غسلي أو غسلي للجانب الأيسر مضى محله العادي، يعني أنا عادة أغسله بعد الجانب الأيمن، فخلص ما دام مضى فإذا مضى، لا أعتني بشكي. لاحظتم؟ الفتوى جدا مهمة. هنا نحن لماذا نبحث في مثل هذه الأمور ونفصل فيها المقام؟ أنتوا لاحظوا في هذا الدرس بالذات في القواعد الفقهية، أنا ما أفصل في نقطة لكم إلا إذا يكون لها ثمرة،
وإلا أترك يعني باقي النقاط أو المطالب إذا لم يكن لها ثمرة عملية فلا نناقشها، يعني نوكلها إلى المطولات، إلى الكتب المطولة. أما ما فيه ثمرة، ما نحتاجه فعليا الآن، هذه مسألة فيها ثمرة حقيقة، أنه تتغير الفتوى من هنا إلى هناك. إما أن نحكم عليه هذا الإنسان بأنه يجب عليك إعادة غسل الجانب الأيسر، وإما أن نحكم عليه بأنه لا، غسلك صحيح، صلاتك أيضا التي صليتها على هذا الغسل صحيحة، وهكذا. شوف بعد إلى أين نصل، صير افتراق واسع. زين، هل هذا الكلام تام من فخر المحققين؟ نقول ورد بأن الأخبار ليس فيها لفظ المحل. حتى يمكن التمسك بإطلاقه في شمول كل أنواع المحل بما فيها المحل العادي، وإنما الوارد في الأخبار هو لفظ المضي أو التجاوز أو الخروج أو الانصراف. هذا الذي نلاحظه نحن من أدلة القاعدتين. إذا لاحظتم، نحن ليس عندنا في الأدلة، ليس عندنا لفظ المحل. هل عندنا لفظ المحل في الأدلة التي قررتموها عندكم؟ كلا. عندنا تعابير أربع. إما عندنا الفراغ، مثل قوله عليه السلام: كل ما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك، هذا تعبير. إما عندنا تعبير المضي: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، هذا تعبير المضي. إما عندنا تعبير الانصراف: في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، فقال عليه السلام: لا يعيد ولا شيء عليه. وإما عندنا تعبير الخروج: إن خرجت يا زرارة، إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. إذن نحن قدرنا هنا وجود لفظ المحل، هذا التقدير، هذا لا أنه منصوص على هذا اللفظ أو على هذه اللفظة في الروايات. طيب، ما فائدة ذلك؟ أنه كيف يمكن التمسك بالإطلاق؟ لاحظوا: ورد بأن الأخبار ليس فيها لفظ المحل حتى يمكن التمسك بإطلاقه في شمول كل أنواع المحل بما فيها المحل العادي. لو كان عندنا في منطوق الروايات، في نصوص هذه الأحاديث الشريفة، في هذه الأدلة، عندنا لفظ المحل، يعني الإمام عليه السلام قال مثلا: كل ما تجاوزت محله فامضي ولا تعتني. لو كان يمكن أن نبحث عند ذاك في أنه هذا لفظ المحل له إطلاق ها هنا كما هو الظاهر، أم لا، يقيد بقيود أخرى احترازية أو غالبية أو ما أشبه. لاحظتم؟ ما عندنا. فإذا كيف يمكن التمسك بالإطلاق ها هنا حتى نقول هذا لفظ المحل يشمل كل أنواع المحال، سواء كان محلا شرعيا، عقليا، عرفيا، عاديا، أيا ما يكون؟ ما عندنا. فإذا عندنا تقدير للفظ المحل، وما دام الأمر هكذا لا يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق في لفظ المحل.
وإنما نرجع إلى تلك الألفاظ، خروج، انصراف، تجاوز، مضي، وما إلى ذلك. لاحظتم؟ فنقول تلك الألفاظ تنصرف إلى ماذا؟ إلى قدر متيقن هو المحل الشرعي، أو ما يؤول إلى هذا المحل الشرعي، ما يرجع إليه، وهو المحل العرفي أو العقلي. أما التمسك بهذه الدلالة على شمول المحل العادي فهذا مما لا سبيل إليه. لاحظتم؟ وإنما الوارد في الأخبار هو لفظ المضي أو التجاوز أو الخروج أو الانصراف، والقدر المتيقن هو صدق هذه العناوين عن صدق هذه العناوين على التجاوز عن المحل الشرعي. نقول هاي العناوين، المضي، الانصراف، التجاوز وما أشبه، القدر المتيقن فيها أنها تنصرف على إلى ماذا وتنطبق على ماذا؟ على التجاوز عن المحل الشرعي، هذا القدر المتيقن الذي لدينا. طيب ما هي الدلالة في ذلك؟ نقول بدلالة تطبيق الإمام عليه السلام، أن الإمام حينما طبق ذلك وأجاب على هذه الأسئلة إنما طبق كل ذلك على فروض فيها التجاوز عن المحل الشرعي، ما فيها التجاوز عن المحل العادي. نعم العرفي العقلي يرجعان ويؤولان إلى المحل الشرعي، ذاك في محله، هذا واضح. أما المحل العادي إشلون؟ والقدر المتيقن وصدق هذه العناوين على التجاوز عن المحل الشرعي بدلالة تطبيق الإمام عليه السلام أو ما يؤول إليه، أي إلى المحل الشرعي، كالعقلي والعرفي. زين، أما صدقه على المحل العادي فيحتاج أولا إلى وجود الإطلاق وهو مفقود. أما صدقه على المحل العادي، صدق التجاوز المعنى، صدق المضي، صدق الخروج، صدق الانصراف، هذه الألفاظ، هذه العناوين، صدقها على المحل العادي فيحتاج أولا إلى وجود الإطلاق. وجود إطلاق في أين؟ مو في المضي والتجاوز وما شابه، لا، الوجود إطلاق في كلمة المحل، وما عندنا لفظة المحل. فحيث أن الإطلاق مفقود فإذا لا يمكن لنا أن نقول إن ما ورد في هذه الأدلة الشرعية يشمل التجاوز عن جميع أنواع المحال، وذلك لماذا؟ لغياب الإطلاق في عنوان المحل، عنوان المحل ليس فيه إطلاق. أضف إلى ذلك أن الالتزام بصدق التجاوز بالنسبة إلى المحل العادي يؤدي إلى تأسيس فقه جديد
أضف إلى ذلك أن الالتزام بصدق التجاوز بالنسبة إلى المحل العادي يؤدي إلى تأسيس فقه جديد، فيحكم مثلا بعدم وجوب أداء الصلاة على من شك في أدائها، ولا يزال الوقت باقيا. وكانت عادته الأداء أول الوقت. وعدم وجوب فارزة وعدم وجوب أداء المدين دينه، وعدم وجوب أداء المدين دينه إذا شك في أدائه، وكانت عادته الأداء في وقت معين قد مضى. فارزة، وهذا مما لا يحكم به أحد. هذا رد على القائلين أيضا بأنه يصدق التجاوز بالنسبة إلى المحل العادي، أنه لو التزمنا بذلك ما هي النتيجة؟ نؤسس فقها جديدا بالكلية. نحكم مثلا على الذي اعتاد أداء الصلاة في أول الوقت، شخص معتاد بمجرد ما يتحقق الزوال أن يصلي صلاة الظهرين. هذا الساعة الخامسة، إلى الآن الشمس موجودة ما غربت، الساعة الخامسة شك في أنه هل أدى صلاة الظهرين أم لم يؤديها، لم يؤديهما. أي فقيه يحكم عليه بأنه لا وجوب عليك بأن تؤدي الصلاتين؟ ولا فقيه واحد يحكم بذلك، وإنما كل الفقهاء يقولون يجب عليك أن تؤدي الصلاتين ما دام المحل ماذا باقيا، أي محل؟ محل الشرعي. تشككت، يقول أنا من عادتي أصلي أول الوقت، ما يفيدها، أنت شاك في أصل وجود الصلاتين. محل العادي ما ينفع لإجراء قاعدة التجاوز، محل الشرعي فقط. إذا غربت الشمس، جاء الليل، وشك حين ذاك بأنه هل أدى صلاة الظهرين أم لم يؤديهما، فهنا يحكم الفقهاء عليه بأنه لا وجوب عليه بأن يؤدي الصلاتين، لأنه قد تجاوز المحل الشرعي. أحسنت، فلا يعتني بشك، تجري ها هنا قاعدة التجاوز. فلو التزمنا بالمحل العادي، إذن هذا بعد نص ساعة من موعد أدائه العادي للصلاة، الوقت اللي معتاد أن يؤدي فيه الصلاة، فإذا نقول له لا ضرورة عليك، أو لا حكم عليك بوجوب الإتيان بالصلاتين أو بالصلاة. يقول أحد بهذا؟ كلا. مثال آخر أيضا، أنه شخص مثلا طوال السنة هذا يقترض، ومن عادته في كل سنة أنه في موعد محدد مثلا رأس السنة الهجرية مثلا يسدد ديونه بالكامل،
معتاد هكذا، مثلا لأنه محصول يحصل عليه من أرضه مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهو معتاد على أن يسدد كل الديون في ميعاد محدد من السنة. طيب، مضى ذلك الميعاد والرجل سد الديون، لكن كان أكو واحد من الدائنين له شك، هذا الرجل شك في أنه فلان هذا الذي استدنت منه أرجعت الدين إليه أم لا، أديت ديني إليه أم لا. لاحظتم؟ شك في أصل أنه أرجع هذا المبلغ لهذا الشخص أم لا. فأي فقيه يحكم عليه بأنه لأنك كنت معتادا في موعد محدد في السنة قد مضى في أن تسدد ديونك لمن استدنت منه، فلا وجوب عليك بأن تسدد الدين لهذا الشخص، وإنما تبني على أنه قد سددت ديني. ولا فقيه يقول بذلك، وإنما الفقهاء يقول عليك يجب أن تفحص، تسأل هذا الشخص سددت الدين أم لم أسدد، فتدفع له، مو أنه تبني تقول لا إن شاء الله قاعدة التجاوز تجري وأنا سددت ديني وفلوس العالم تروح، فلا، هكذا لا يقول الفقهاء. فإذا إذا التزمنا بالمحل العادي في أنه يصدق على تجاوزه التجاوز الشرعي ها هنا، فإذا هذا يفتح لنا بابا نحو تأسيس فقه جديد بالكامل، وهذا مما لا يحكم به أحد. طيب، مع هذا في واقع الأمر هنالك تفصيل نحن نراه وجيها، وفي هذا التفصيل يمكن في بعض الموارد وبعض الفروض والصور الحكم بجريان قاعدة التجاوز حتى بالنسبة للمحل العادي، أي أننا نريد أن نقرر هكذا، نقول أنه ليس مطلقا لا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى المحل العادي، لا، ممكن في بعض الموارد والفروض تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى التجاوز عن المحل العادي. ونرى أن مقصود فخر المحققين رحمة الله عليه ومن أشبه من الفقهاء الذين ذهبوا إلى صدق التجاوز على التجاوز عن المحل العادي، نرى أن مقصودهم هو هذا النوع، هذا القسم من التجاوز عن المحل العادي، ولذلك كانوا يضربون المثال ب أحسنتم بالغسل، قضية أنه شك في غسل الجانب الأيسر. من الذي فصل هذا الأمر؟ فصله ناصر مكارم شيرازي في كتابه، وهو تفصيل وجيه، وإن كان يخدش فيه أيضا شيء سنبينه في ختام البحث، لكنه أيضا محل تأمل، يعني هاي الخدشة أيضا محل تأمل. اكتبوا لديكم: إلا أنه قيل بالتفصيل، طبعا كما قلنا والقائل ناصر مكارم شيرازي، إلا أنه قيل بالتفصيل بينما إذا كانت عادة المكلف ناشئة من إرادة
وقصد للإتيان بتمام أجزاء العمل وشرائطه وبينما لم تكن كذلك. إلا أنه قيل بالتفصيل: بينما إذا كانت عادة المكلف ناشئة عن إرادة وقصد للإتيان بتمام أجزاء العمل وشرائطه وبينما لم تكن كذلك، فتجري القاعدة في الأول دون الثاني. يعني القاعدة تجري أين؟ إذا ما كانت هذه العادة، دققوا، عادة هذا الإنسان ناشئة من إرادة وقصد، قصد وإرادة لماذا؟ للإتيان بتمام أجزاء العمل وشرائطه. إذا كانت عادته بهذا المعنى، ناشئة من هذا المعنى، من هذه الإرادة والقصد، تجري قاعدة التجاوز، كالمثال الذي ذكره فخر المحققين. هذا الإنسان الذي شك في غسل الجانب الأيسر وقيل له: هل من عادتك أن تغتسل غسل الجنابة متواليا؟ شنو معنى هذا؟ أنه عادته ناشئة من ماذا؟ من إرادة وقصد لديه بأنه أؤدي هذا العمل وهو غسل الجنابة، أؤديه تاما بكامل أجزائه وشرائطه. لاحظتم؟ مو مثل المثال الذي ذكرناه بالنسبة لمعتاد الصلاة في أول الوقت. ذاك عادته ليست ناشئة من إرادة وقصد للإتيان بجميع أجزاء العمل وشرائطه، وإنما عادته فقط ناشئة من إرادة وقصد للإتيان بالعمل في وقت معين فقط. هذا موضوع آخر. لاحظتم؟ فإذا كان الأمر على النحو الأول، أي أنه هذا معتاد على الإتيان بالعمل، ناشئة عادته من إرادة وقصد بالإتيان بكامل أجزاء العمل وشرائطه، فهنا تجري قاعدة التجاوز. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، في الحالة الثانية لا تجري قاعدة التجاوز. طيب، الدليل على ذلك أو المبنى في ذلك ما هو؟ على ماذا استندت في هذا القول؟ نقول: وذلك لأنه لا يبقى فرق بين المحل الشرعي والعادي، وذلك لأنه لا يبقى فرق بين المحل الشرعي والعادي مع وجود ذلك القصد. لدخولهما تحت ملاك التعليل الوارد في الأخبار بقوله عليه الصلاة والسلام:
هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. مع وجود ذلك القصد لدخولهما تحت ملاك التعليل الوارد في الأخبار بقوله عليه السلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يعني أكثر تذكرا من حالة شكه، وقوله عليه السلام: كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. فملاك الحكم هو الأذكرية والأقربية إلى الواقع، ومع اعتياد المكلف على إتيان الغسل متواليا مثلا، كان ذلك الاعتياد كاشفا عن قصده إلى ذلك على هذا النحو. فيجري ملاك الحكم في حقه، وهو أنه كان أذكر وأقرب إلى الواقع منه إليه حال الشك بعده. وهو أنه هذا الملاك كان أذكر وأقرب إلى الواقع منه إليه حال الشك بعده. أما إذا لم يكن اعتياده كاشفا عن ذلك القصد، وتلك الإرادة فلا يجري ملاك الحكم في حقه. شوفوا المبنى ما هو. حينما قيل بأنه إذا كانت عادة المكلف ناشئة من إتيان أو إرادة وقصد للإتيان بتمام أجزاء العمل وشرائطه، فتجري قاعدة التجاوز في هذا المورد في هذه الصورة. ما هو مبناكم للحكم بمثل هذا الحكم؟ يقولون: لأنه لا يبقى فرق بين المحل والشرعي والعادي مع وجود ذلك القصد. إذا أكو ذلك القصد أنه هو قاصد للإتيان بتمام أجزاء العمل وشرائطه، فلا يبقى فرق بين هذه الصورة، لا يبقى فرق بين المحل
العادي والمحل الشرعي. لماذا؟ لأن كلا المحلين يدخلان في ملاك الحكم، وملاك الحكم ما هو؟ يقولون هذا الذي يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك. يقولون ملاك الحكم هو الأذكرية، الأقربية إلى الواقع. يعني الإنسان في حالة وضوئه حينما يشك، أو في حالة صلاته، حتى الإنسان لا يشتبه، في حالة صلاته الإمام عليه السلام هكذا يقول: هو في حالة صلاته أقرب إلى الواقع من حالة شكه في صحة ما جرى في تلك الصلاة بعدها، أو في الإتيان ببعض أجزاء تلك الصلاة بعدها. لاحظتم؟ يعني الإنسان حينما يؤدي عمله يكون أكثر التفاتا، فبعد حينما يشك بعد انتهاء هذا العمل، بعد تجاوز محله، بعد ما يحتاج أنه يوسوس هكذا، يعني خلينا نقول ما يحتاج أنه يشك. يقول: أنا حينما كنت في محل ذلك العمل أنا كنت ماذا؟ أكثر التفاتا إن شاء الله، أقرب إلى الواقع إن شاء الله. إذن ملاك الحكم هو الأذكرية والأقربية. طيب، في قضية اعتياد الإنسان على الإتيان بعمل ما بكامل أجزائه وشرائطه، وشك بعد ذلك، ملاك الحكم ها هنا يشمله أم لا؟ لا شك يشمله، لا شك أنه حيث أنه كان معتادا على الإتيان بالغسل تاما متواليا، أي أنه يؤدي هذا العمل بكامل أجزائه، تمام أجزائه وشرائطه، فلا شك أنه يكون أكثر التفاتا، أذكر في تلك الحال من حالة الشك بعده في أنه هل أنا قد غسلت الجانب الأيسر أم لم أغسله، فيمضي بعد، لا يعود فرق بين المحل العادي والشرعي، لأن كلا المحلين في هذه في هذه الصورة، في هذا الفرض، يدخلان في ملاك الحكم. لاحظتم؟ فإذا مع اعتياد المكلف على إتيان الغسل متواليا مثلا، كان ذلك الاعتياد كاشفا عن قصده إلى ذلك، أي إلى قضية التوالي على هذا النحو، وهو أداء الغسل متواليا على هذا النحو، فيجري ملاك الحكم في حقه. وما هو ملاك الحكم في حقه؟ وهو أنه كان أذكر وأقرب إلى الواقع منه إليه حال الشك بعده، أي بعدما انتهى من ذلك الغسل. أما إذا لم يكن اعتياده كاشفا عن ذلك القصد وتلك الإرادة، الإرادة والقصد، لماذا؟ للإتيان بتمام العمل، بتمام أجزاء العمل وشرائطه، فلا يجري ملاك الحكم في حقه، لأنه هنالك فرق كما أوضحنا بين الأمرين، بين الشخص الذي يكون معتادا على أداء الصلاة في وقت معين، وبين الشخص لا، الذي يكون معتادا على أداء الغسل وهو متيقن من أدائه للغسل، لكنه يشك هل أنه قد جاء بتمام أجزاء العمل وشرائطه أم لا.
فرق هنا. ذاك أصل العمل شاك به كله، هذا لا جزء من العمل شاك. فالشك في الواقع يؤول إلى ماذا؟ إلى الشك في أنه هل أديت العمل كله بتمام أجزائه أم لا. فهنا يجري أو تجري قاعدة التجاوز في حقه حتى وإن تجاوز المحل العادي. وعلى ذلك السيرة العقلائية، فإن الإنسان إذا كان بصدد الإتيان بعمل معين عالما بأجزائه وشرائطه، فإنه لا يعود إليه حين الشك في صحته مع فوات محله العادي، عفوا مع فوات محل جزئه العادي، اكتبوا وبقاء محله العقلي. وعلى ذلك السيرة العقلائية، فإن الإنسان إذا كان بصدد الإتيان بعمل معين عالما بأجزائه وشرائطه، فإنه لا يعود إليه حين الشك في صحته مع فوات محل جزئه العادي وبقاء محله العقلي، كمن يكون معتادا كل صباح مثلا على إعداد وجبة طعام معينة، فإنه إذا شك بعد ذلك في أنه هل أعدها بشكل صحيح تام فإنه لا يرجع إليها، بل يعتمد على ما كان بصدده، ويتعامل معه معاملة الفعل الصحيح، وعلى هذا فالذي تكون من عادته فالذي يكون من عادته فالذي يكون من عادته الإتيان بالغسل متواليا مرة واحدة، يعني في مرة واحدة يأتي بالغسل كله متواليا بتمام أجزائه، فالذي يكون من عادته الإتيان بالغسل متواليا مرة واحدة وشك بعد ذلك
في أنه هل غسل الجزء الأيسر أم لا؟ فإنه يمضي لأن محل هذا الغسل العادي قد فات، وإن لم يفت محله الشرعي، إذ بإمكانه أن يأتي به ولو بعد أشهر لعدم شرطية الموالاة في الغسل. فارزة، هذا لأنه كان حين الغسل أذكر منه حين شك. هنا نؤيد ما ذكرناه من أنه من التفصيل، بينما إذا كانت عادة المكلف ناشئة من القصد والإرادة للإتيان بتمام أجزاء العمل أو عدم ذلك، ففي الأول تجري قاعدة التجاوز وفي الثاني لا تجري. نقول على ذلك تؤيده ماذا؟ السيرة العقلائية. أنت هل تجد من نفسك أنه إذا كنت معتادا كل صباح على الإتيان بوجبة معينة مركبة من أجزاء متعددة، فأنت معتاد، بعد ذلك مضيت، بعد ساعة ساعتين شككت في أنه هل هذا الجزء المعين اللي كان لابد أن يدخل في هذه الوجبة موجود أم لا، هذا المقدار من الملح موجود أم لا؟ عادة الإنسان أنه يبني على ماذا؟ على صحة هذا المركب الذي جاء به، لأنه من عادته أن يأتي به ماذا؟ كاملا بتمام أجزائه وشرائطه، فيتعامل معه معاملة الفعل الصحيح. لماذا؟ لأنه محله العادي قد مضى وفات، أما محله العقلي، لأنه ماكو محل شرعي عندنا في قضية الوجبة هذه أو في هذا المثال، أكو محل عقلي، أن العقل يقول هل ما زال محل الإتيان بهذه الوجبة باقيا أم لا؟ وهذا في الحقيقة يؤول إلى أنه العقل هل يحتمل أنه هاي الوجبة كان فيها نقص أم لا؟ نعم، العقل أيضا يحكم، يقول ما دام أكو شك عقليا دقيا يمكن أن يكون هنالك نقص في الوجبة. لكن الإنسان من عادته، سيرته العقلائية ماذا تقول؟ سيرة العقلاء تقول لا، نمضي ما دام فات المحل العادي فنمضي، بعد نتعامل مع هذا الفعل أنه قد أديناه على الوجه الصحيح. لاحظتم؟ فهذا مما يؤيد ما قلناه من التفصيل. فإذا كان من عادة الإنسان الإتيان بالغسل مرة واحدة تاما بكامل أجزائه بتمام أجزائه وشرائطه، ثم شك في أنه هل غسل الجزء الأيسر أم لا، فإنه لا يمضي، لأنه محل هذا الغسل العادي قد فات، وإن كان محله الشرعي قد بقي. كل هذا لماذا؟ لأنه حينما أدى الغسل كان أذكر منه من حين شك في تمامه بعد الفراغ منه. هل هذا القول تام؟ هذا القول وجيه، لكن يخدش فيه ما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى
في الدرس المقبل. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.